10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة واستمرار مباريات المنتخب الأردني والعماني وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ولا تنسى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعديل التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم المنتخب الأردني أمام منتخب عمان ضمن منافسات الجولة 4 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. المباراة على استاد عمان الدولي، توقيت المباراة مساء اليوم الثلاثاء، في 7 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والخامسة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على بين سبورت 4 والمعلق علي محمد علي وقناة الكأس 7 والمعلق سمير المعرفي. يذكر بأن المنتخب الأردني يأتي في المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط. توقع معنا في التعليقات من ينتصر في هذه المباراة ويخطف 3 نقاط مهمين. ومنافسات الجولة 4 وتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2025. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.